سب بقصة هو اللي قراها ترى مجموعة قصص إبراهيم وقصة الرجل اللي مات مئة. لا لا عط عط قصة. القصة مثلا الثانية لما إبراهيم طلب من الله سبحانه وتعالى أنه يخليه يشوف كيف الله سبحانه وتعالى يحيي الموتى. يعني كلم الله إبراهيم. يعني كان بينه وبين الله سبحانه وتعالى ما أدري بواسطة الملك جبريل، لأن جبريل هو اللي يبلغ، لكن اللي ثبت أنه كلم الله سبحانه وتعالى هو موسى. وكلم الله موسى تكليما، هذا موجود في القرآن الدليل. فالله سبحانه وتعالى سأله قال ما أمنت يا إبراهيم، ما تؤمن أني أنا أحيي الموتى أحيي النفس بعد موتها؟ قال إبراهيم إلا يا رب أنا مؤمن أنك تحيي الموتى، بس أبغى أطمئن، بس زيادة اطمئنان. فالله سبحانه وتعالى قال له خذ أربع طيور، ويقال أنهن أربع طيور مختلفات، وقطعهن زين، واجعل على كل جبل في مجموعة جبال حط جزء من الطير هذا هنا وجزء من الطير هذا هنا وجزء من الطير هذا هنا، ثم نادهن ناد الطيور بعد ما تقطعهن. فسوى إبراهيم عليه السلام اللي أمر الله سبحانه وتعالى فيه، وزع الطيور على الجبال ونادى الطيور زي ما قال الله سبحانه وتعالى إذا قطعتها نادها، نادى الطيور الله سبحانه وتعالى أعاد الطيور إلى حياتها، وجاءت الطيور تسعى إلى إبراهيم عليه السلام. هذه من القصص اللي ذكرها. وفي اللي قبلها